السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح تكون وصفتنا هي المقدرة من الأكلات الشتوية، هواية طيبة. بالبداية هنا عندي كوبين، كوب القياس من الرز البسمتي ماركة الرويال، وأيضا كوب من العدس الأسمر مقابل كوب من العدس الأسمر. بالبداية هنا أشطف العدس بالمي دافي، وبعد ذلك راح أخلي 4 أكواب من المي وخليه على النار. عندي هنا 3 حبات من البصل، راح أقطعها شرائح بهذا الشكل. بالبداية خليته على نار عالية، أول ما يغلي راح أوطيه خليه على الوسط. وهنا من بعد ما قطعت الشرائح مالت البصل راح أخليها بالزيت، كل شوية أشيك على العدس لحد ما أشوفه يعني مستوي. بس قبل ما ينمرد ويانا راح نضيف التمة أو الرز. غسلته ونقعته هذه الفترة، أخليه يعلو المي تقريبا 1 سنتيم إلى 1.5 سنتيم. راح أخلي 2 أو 3 ملاعق من البصل، وأخلي الملح وفلفل أسود، رشة من الفلفل الأسود ورشة من الكمون، تعطي طعم طيب ويا المجدرة. وأغطيهم وأخليهم على نار عالية. من بعد ما أتحمر عندنا البصل وتقرمش راح أخليه على جهة، قريب ما يبدي ينشف عندنا المجدرة راح أضيف عليها الزيت حتى ما تعجن، وأخذ كمية من البصل وأخليها على وجه الرز أو التمن، وأخلي سيباية تحت الجدر وأغطيها وأخليها تأخذ من ريحة البصل. خليتها تقريبا 10 دقائق أو 15 دقيقة على نار هادئة. بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم، نفرغها بالصحن ونخلي على وجهها من البصل اللي حمرناه. بهذه الطريقة تتقدم المجدرة، تجي وياها السلطة الناعمة والمقبلات الشتوية مثل الطرش الأحمر والبصل، يا أما نخلي بجنبها روبة أو شطة. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو البسيط، يا ريت مشاركته بين الأصدقاء ولايك إذا عجبكم الفيديو. في أمان الله.